اليوم يا شباب راح نشوف مقاطع الراحة النفسية. هلا ابوي. بالمختصر نحن راح نشوف فن يعني، مو ما ادري يجيب الراحة النفسية ولا لا، كتبوا لي تحت بالكومنتات. ايه هذا يجيب الراحة النفسية. هلا بالعسل. ترى اخسركم يا شباب. هلا بالعسل. خلونا نشوف ايش قاعد يسوي هو بالضبط. اوكي. عصاير. اوه. شق بالنص. ما يمزح. انا احاول استوعب شنو هذا الشيء. اللي يعرف يكتب تحت شنو هذا؟ والله ما ادري شنو. اتوقع اداة القص. هي المفروض انها جدا خطيرة يعني، بس هنا بالليزر والله تخيل. اوه شو اللي تحت؟ يا حبيبي. انا ما ادري الصوت هذا حقيقي ولا مركب. في زيادة. اوه طريقة يرتب فيها الملابس. يعرفون حركة مثل الحركات؟ أول مرة أشوف الحركة الأخيرة ذيك. زجاج. اوكي نتعلم نتعلم يا شباب، معلش نتعلم. والله صار كأنه رصاصة. فعليا صار كأنه رصاصة. مروحة. هي مو مروحة، هي تقصص. ايوه هذا يا اوكي. كنت بتفلسف بس خلاص ما بتفلسف. ما ادري شنو هذا. في اشياء حلوه تخليك تتابع غصب. يا شباب هذا مقطعنا بشكل كامل. لا تنسوا كلكم تشتركون في قناتي الرئيسيه، الرابط موجود تحت. نشوفكم على خير ان شاء الله في مقاطع اخرى. مع السلامه. اللايك امره مهم، طقه ولا تهتم. انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على امم. هذا جيشنا يا عم، والاسيار اسطوره تتناقل على كل فم. باشتراكك تنضم وهذه اسهل وسيله، قناه للصغار والكبار وتعتبر جميله. تقدر تشترك في لحظه، تراهي ما هي حيله. اما